وللحديث أكثر عن الموضوع يلتحق معنا مباشرة عبر الهاتف الخبير في التكنولوجيا السيد يونس جرار. أهلا بكم سيدي. أهلا بكم مرحبا. إذن كما تابعنا في التقرير، توجه الحكومة نحو تعميم الدفع الإلكتروني يقودنا مباشرة ربما للتساؤل عن مدى ضمان حماية البيانات الشخصية للجزائريين. هو لإنجاح أي خدمة إلكترونية أو بصفة خاصة التجارة الإلكترونية لابد من إيجاد ما يسمى بالمناخ الآمن الذي يطمئن التاجر والزبون بأن المعلومات التي تتداول عبر الشبكة تكون في مكان آمن، ولهذا كلنا نحدد أن هذه المعلومات لا يتم تداولها خارج الجزائر، حتى تبقى الجزائر دائما رهينة بلد من البلدان. يعني لما تكون معلوماتنا الشخصية في بلد من البلدان عند مؤسسة إيواء في أي بلد، يعني هذه المؤسسة راح تستجيب يعني إيحاءات حكوماتها في حالة ما إذا وقع خلاف سياسي بينه وبين هذه الدولة، فتكون هذه المعلومات بين أيدي هذه الحكومة تقدر تستعملها ضد الجزائر. فلهذا يعني باش نكونوا مستقلين حقيقيين لابد من ايواء هذه المعلومات هنا في الجزائر، ولكن لابد من شروط كيف باش ذلك ننجح في يعني؟ هذه العمل. لا، لابد من شروط. الشروط هي ان لابد ان تكون بنيه تحتيه جيده تقدم خدمه من نوعية الجيدة اللي تسمح للجزائريين باش مواقعهم وأنظمتهم المعلوماتية يتم إيواءها هنا في الجزائر. للأسف لسنا في هذه الحالة الآن. كثير من مواقع الإنترنت الإيواء تاعها يتم خارج الجزائر في أوروبا وفي الولايات المتحدة وغيرها، لأن الخدمة هنا خدمة يعني غير جيدة والأسعار غير تنافسية، فهي تدفع للمؤسسات وكذلك بعض الإدارات أنها تأوي تقوم بإيواء هذه المواقع وهذه الأنظمة خارج الجزائر. فلإيواء هذه المعلومات هنا في الجزائر لابد من بنية تحتية قوية، ربط بشبكة الإنترنت سريع جدا وبدون انقطاع، وكذلك خدمة ذات نوعية جيدة وبأسعار مغرية حتى يعني تدفع الجزائريين. الجزائر لما يروحوا يديروا الإيواء خارج الجزائر ما هوش نقصان وطنية، ولكن مسألة تجارية، يعني لما يشوف الأسعار الإيواء هنا في الجزائر. طيب سيدي، أنتم خارج يعني الجزائر كخبراء في التكنولوجيا برأيكم ما هي أساليب ضمان حماية البيانات تجاه أي قرصنة؟ هو أولا بطبيعة الحال كخطوة أولى لابد من إيواء المعلومات هنا في الجزائر، هذا شيء طبيعي. لما تكون المواقع هنا في الجزائر تكون قريبة من المؤسسات ومتحكم فيها أكثر باللي لما تكون خارج الجزائر. ثم لابد من أجهزة وحلول لتأمين هذه المعلومات وهذه الأنظمة، وهذه موجودة كذلك، ولابد للعمل والتفكير فيها جديا يعني، وتكوين المهندسين في هذا المجال حتى يتم السهر على هذه المعلومات. ولو أن هذه الحلول ما هيش يعني مضمونة 100%، ولكن نمشي دائما تدريجيا 90 95 96%، ونبقاو ساهرين 24 ساعة في 24 ساعة، لأن هذه معركة على الدوام يعني. يعني على الأقل لضمان حماية البيانات أو بيانات الجزائريين في الخارج. نعم، بالطبع. الخبير في التكنولوجيا سيد يونس جرار، شكرا لك على كل هذه التوضيحات.